طبعا هناك فجوة، ولكن ولله الحمد أعتقد بأن هذه الفجوة الآن تضاءل إلى حد ما، وهذا أعتقد بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم فيها الجامعات حاليا في البحرين وإشراف أيضا مجلس التعليم العالي، وهذا يدل على شيء، يدل على الدور الهام اللي يقوم فيه مجلس التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وكل الجامعات العاملة في البحرين. أعتقد بأن هناك الكثير من المهارات اللي تتطلبها المرحلة الحالية في أي خريج، وأعتقد بأن سوق العمل يتطلع إلى خريجين يكونون من الطراز الأول، يتمتعون بالكثير من الصفات العملية، فبالإضافة إلى التحصيل الأكاديمي لابد أن يكون هناك أيضا مهارات عملية، منها على سبيل المثال للحصر فن التواصل، فن التواصل مع الآخرين هذا جدا مهم، الاحترافية، أن يكون الشاب أو الخريج انتربرايزنج، يكون عنده مهارات ريادية، يستطيع أن يتخذ قرار المناسب في الوقت المناسب، يستطيع أن يقوم بأداء الأدوار من غير أن الآخرين يقولون عليه، والكثير من هذه الصفات أيضا العملية. أعتقد بأن دور الجامعات جدا كبير محوري وهام، لأن الجامعات هي التي تعمل على إنتاج وصقل هذه الشخصية الشباب الخريجين، فبالتالي لابد من الجامعة أن تكون مطلعة وأن تقوم بدور خلينا نقول الوكيل لسوق العمل، بحيث أنها تكون مرآة لسوق العمل، ما يتطلبه سوق العمل تقوم هي بالتغذية لهذا الخريج قبل أن يتخرج. والله من خلال عملنا مع الجامعة الأهلية ومع الخريجين نجد بأن الخريجين ما شاء الله هما رياديين، وهذا نابع طبعا من البرامج التي تقوم فيها الجامعة من خلال ريادة الأعمال، تعليمه على أن يكونوا متخذ القرار، أن يكونوا عندهم هناك حسن التواصل مع الجمهور، فبالتالي هذه من أحد الصفات الهامة واللي وجدناها في خريجين الجامعة ولله الحمد.